مرحبا، معكم ميديا علي. اليوم سوف أقوم بترجمة فيديو قام بتسجيله مسبقا ماتياس هيدلين، والفيديو يتحدث عن كيفية استخدام الإي بوست البريد الإلكتروني. سأقوم أولا بفتح صفحة المدرسة، صفحة الـ MVO. تظهر الصفحة بهذا الشكل، ثم أنقر على مايكروسوفت إكسشينج. تظهر لي صفحة بهذا الشكل. هنا في الفراغ الأول علي كتابة إيميلي أو اسم المستخدم اللي أخذته من المدرسة، وبالعادة يكون اسم المستخدم أول 3 أحرف من الاسم الأول وأول 3 أحرف من الكنية. مثلا هنا ماتياس هيدلين، أول 3 أحرف من كلمة ماتياس مات وهيد نول ات فوكس ات فوكس بونكت سي. على سبيل المثال إذا كان شخص اسمه ليسا نيلسون، شو بنكتب؟ ليس نيل، أول 3 أحرف من ليسا وأول 3 أحرف من نيلسون. هنا عنا خياران، إذا كنتم عم تستخدموا كمبيوتر المدرسة أو كمبيوتر عام اختاروا الخيار الأول، أما التاني بتختاروا وقت بتكونوا عم تستخدموا كمبيوتركم الخاص، لأنه بيحفظ معلوماتكم، بيحفظ اسم المستخدم، ما في داعي كل مرة تكتبوا اسم المستخدم. وهون ماتياس عم يستخدم كمبيوتره الخاص، فاختار الخيار الثاني. نضغط بعدين على لوج إن بعد ما بنكتب كلمة السر، ندخل على صفحة الإيميل البريد الإلكتروني، وبعدين بنضغط على إنكورين يعني المحتوى، إنكورين المحتوى، وبنختار الإيميل الثاني وبنضغط عليه، بعدين بنقرأ الإيميل، وإذا حبينا نرسل الرد للإيميل نختار سفارة تعني الرد. إذا كنا بدنا نختار بدنا نرسل الرد لكل المرسل إليهم، مثلا إذا كان أكثر من شخص استلم هالإيميل نختار سفارة الله. والخيار الثالث بنختاره إذا كنا بدنا نرسل الإيميل لشخص آخر، شخص ما وصل له هالإيميل. وبعدين هلا بدي أروح على نيت، بدي أبعت إيميل جديد، كيفية إرسال إيميل جديد، نختار الخيار نيت، تطلع لنا صفحة بهذا الشكل. هون بهالمكان أنا بكتب اسم الشخص اللي بدي أبعت له إيميل. على سبيل المثال أنا بدي أبعت إيميل لشخص اسمه أندرش، بس أنا ما بعرف الكنية تبعته، شو بعمل؟ طلع لي هون خيارين لشخصين اسمهم أندرش، بس كمان مو هن اللي أنا بدي إياهن، مو هو الشخص اللي المطلوب، فبختار هالأيقونة، أيقونة الرجل الصغير، وبضغط عليها، فبيطلع لي كل الأشخاص اللي بيعملوا بالمدرسة بالـ MVU اللي اسمهم أندرش. أنا هلا بدي أختار شخص منهم، اخترت هالأندرش. مثل ما شفتوا هون اسمه انكتب بالأزرق وتحته خط، وبالخيار الثاني كوبية بختاره وقت أنا بدي أبعت لشخص خارج المدرسة كمان إيميله، مثلا منه موجود بصفحة الإي بوست الخاصة بالمدرسة. والخيار الثالث أمني عنوان الإيميل، على سبيل المثال رح أكتب هيلسنينج، بس هون أنا كمان رح أغير، ما رح أبعت لأندرش، رح أبعت لألي لماتياس يعني، ورح أكتب هون محتوى الإيميل مثلا مرحبا كيف الصحة، ومن بعدها أختار خكة وتعني إرسال. إذا عدنا إلى الإنكورين وضغطنا على الإنكورين المحتوى، سوف نرى أني استلمت إيميل جديد من ماتياس، نضغط عليه ونقرأه. هون مكتوب مرحبا كيف الصحة، والآن سوف نقوم بنفس الطريقة بنفس الخطوات بإرسال وظيفة للمعلمة، وغالبا ما نكتب الوظيفة على الوورد، على برنامج الوورد أو الإكسل أو الباوربوينت. اليوم بدي أختار أنا
بنكتب وظيفة عن طريق الـ Word، كيف بنكتب الوظيفة أو كيف بنبعتها؟ بنفس الخطوات بنروح وبنختار النيت، تظهر لنا صفحة بهالشكل، بنكتب اسم المستقبل أو نحن لمين عم نبعت الإيميل. أنا رح أبعت الإيميل كمان لماتياس. إذا لاحظتوا وقت اخترنا كلمة، بلشنا نكتب كلمة ماتياس، رأسا طلعنا ماتياس هيدلين باللون الأصفر. ليش طلع رأسا؟ نحن بعتنا من قبل إيميل لماتياس، فالكمبيوتر أو صفحة الإيميل خزن هالشخص، فرأسا بيعطينا إياها مثل خيار. نحن ما علينا غير نختار الاسم المرغوب، بعدين نكتب العنوان أليكسا وظيفة، وهم بدي اكتب شوية نص هاك هومر مين ليكسا. وهلا بدنا نحمل الوظيفة بملف بفوق فيل، نختار هالخيار، بعدين بيطلع لنا هالصفحة بليدرا لنتصفح بكمبيوترنا. نحن بنكون مسبقا مخزنين الوظيفة. انا بدي اتصفح وين مخزنة وظيفتي، مثلا هون ديجيتال كاميرا، انا اخترت ديجيتال كاميرا ونقرت عليها، رأسا تتحمل لهون. بعدين ما انسى اضغط على بفوقة، مثل ما شايفين هون الملف هون تحمل، بعدين نضغط على خيكة ارسال. هلا بنرجع بنضغط على الانكوريان وبنشوف وصلنا ايميل جديد من ماتياس عنوانه ليكسا، بنفتحه وبنشوف هون فيه ملف، الوظيفة وصلت مع الملف، بنضغط عليها وبنقراها. هلا هون بهالقسم شو شايفين هون؟ شو مكتوب هون؟ هون أحد اسمه سيجناتور، يعني توقيع. من الجيد كل شخص يكون في له توقيع خاص فيه، يعني ما في داعي كل مرة آخر الإيميل نكتب اسمنا إيميلنا رقم تليفوننا. وكيف نحن بنعمل السيجناتور التوقيع الخاص فينا؟ بنختار خيار الالترناتيف هون بهالفراغ، هنا بنكتب اسمنا ورقم تليفوننا، واذا عندكم كمان ايميل خاص فيكن تضيفوا، فيكن تكتبوا اي شيء. انا ما رح يعني اقلكن لازم كذا كذا كذا، بس من المفضل الاسم ورقم الهاتف والايميل، ايميل خاص غير ايميلكن اللي على صفحة المدرسة. بعدين بنختار هالخيار هون، بنختاره ليش؟ هاد يعني كل ما بنكتب ايميل بشكل اوتوماتيكي بيلتصق التوقيع تبعنا. ومن بعدها بامكانكم الرجوع الى صفحة الايميل، تضغطوا على الزر الموجود هنا تحت كلمة بوست على يسار واسفل الصفحة. أو أنا بعتقد هلأ أنه قدمت لكم شرح كافي ووافي عن طريقة استخدام الإي بوست وكيفية إنشاء توقيع خاص بكم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.